السلام عليكم وإليكم عناوين النشرة. قبل يومين على الاقتراع العام في العراق، القوات الأمنية تبدأ التصويت في الانتخابات التشريعية. وانتخب القائمة المفضلة، القائمة اللي ترجع الأمان للعراق. عرس جماعي لكل العراقيين. وعراقي الخارج يواصلون لليوم الثاني والأخير الإدلاء بأصواتهم في 19 دولة. حلب وحمص والغوطة جبهات رئيسية ثلاث تلوح خلفها الانتخابات لرئاسة سوريا. وفي ريف اللاذقية الجيش السوري يدخل السمرة ويستعيد المنفذ البحري الوحيد للمسلحين بعد أول إنزال من نوعه. منظمة التحرير الفلسطينية تقرر مواصلة المساعي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وترفض الاعتراف بيهودية الدولة. رفضه للتهديدات. أهلا بكم. بدأت اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات العراقية أو ما يعرف بالانتخابات الخاصة عبر توجه قوات الأمن والجيش إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. السلطات العراقية أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع. وانطلق الاستحقاق الانتخابي أمس بتصويت العراقيين المقيمين في الخارج على أن تنظم المرحلة الثالثة من الانتخابات والمخصصة للعراقيين في الداخل بعد غد الأربعاء. ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. صباح الخير عبد الله. إذن كيف يبدو المشهد هذا الصباح مع انطلاق العملية الانتخابية المخصصة لقوات الأمن والجيش؟ نعم، ربما قبل الساعة السابعة صباحا فعلا كان هناك توافد يعني كثيف لمنتسبي القوات الأمنية العراقية من الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم باختيار ممثلهم في البرلمان القادم. كانت هناك يعني فعلا حضور يعني بعدد كبير. كانت هناك مزاحمة، بعض المزاحمة على أبواب مراكز الاقتراع. مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية المشرفة لم تسمح لأحد بالدخول قبل الافتتاح رسميا عند الساعة السابعة صباحا. لا تزال قوات الأمن العراقية ومنتسبو هذه القوات القدوم إلى مراكز الاقتراع الإدلائي بأصواتهم. علمنا أن عدد مراكز الاقتراع بالنسبة لمنتسبي قوات الأمن العراقية الذين سيدلون بأصواتهم في خارج المناطق المخصصة في الأيام الاعتيادية هي 81 مركز اقتراع، وكذلك 27 مركز اقتراع بواقع 60 محطة اقتراع بالنسبة للنزلاء في السجون العراقية. مركز مرجعيون ربما هو وسط العاصمة العراقية بغداد، ونموذج عن هذه المراكز التي يدلي فيها الناخبون من القوات الأمنية ومنتسبي كذلك الأجهزة الأمنية العراقية. نموذج على التواجد والحضور للمشاركة والتصويت في سير عملية الاقتراع هذه. يعني إن كانت الكاميرا ترصد وصول عديد منتسبي القوات الأمنية للإدلاء بأصواتهم، هنا طابور من مختلف الصنوف الأمنية العراقية من الذين ثبت لدى مفوضية الانتخابات أنهم يجب أن يدلوا بأصواتهم في هذا المركز. هم بالانتظار من أجل أن يعني يكمل من سبقهم الإدلاء بصوته والاقتراع ومن ثم الخروج بهدوء. حتى الوضع الحالي يعني حتى الآن الوضع أمنيا هادئ جدا وتسير الأمور بانسيابية، عدا كما قلت لك ربما قد تكون مراكز الاقتراع يعني بحاجة لسلاسة أكثر وسرعة أكثر في عملية التصويت من أجل استيعاب الزخم يعني الذي على أبوابها والذي يمثله منتسبو الأجهزة الأمنية العراقية. عبد الله، لو تحدثنا أكثر عن الإجراءات الأمنية المتخذة اليوم مع انطلاق العملية الانتخابية، ماذا عن الخطة الأمنية الموضوعة؟ نعم، الخطة الأمنية ربما أعلن عنها صراحة رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة. تم الاتفاق على وضع خطة أمنية مع اللجنة الأمنية العليا المشرفة على سير الانتخابات البرلمانية العراقية. الخطة الأمنية تقضي بتواجد أمني عند كل مركز اقتراع وقطع يعني بالكتل الكونكريتية عند كل هذه المراكز، بما يسمح فقط للوافدين من الراجلين للإدلاء بأصواتهم، بما لا يسمح لسيارات
يعني السيارات بتواجد قرب مراكز الاقتراع، حتى سيارات ربما النقل المباشر التي نتواصل بها وإياكم ربما على مسافة بعيدة من مركز الاقتراع. طبعا الإجراءات الأمنية والخطة الأمنية الخاصة بيوم الانتخابات دخلت حيز التنفيذ قبل يومين، ولكن عمليا فعليا بدأت بها القوات الأمنية العراقية المشرفة على سير عملية الانتخاب عند انتصاف الليلة الماضية. هناك قطع للطرقات الفرعية وليست الرئيسية المؤدية لمراكز الاقتراع، فهو ليس حظرا للتجوال، حظر التجوال سيكون مخصص ليوم الاقتراع العام. كذلك قوات الأمن العراقية ربما يعني عديد من سيدلي بأصواتهم يعني أقل بكثير من يوم الاقتراع العام، وبالتالي قطع للطرقات، إرشادات سريعة لقوات الأمن العراقية بحكم ممارسة ميدانية وعملية أجرتها هذه القوات قبل يوم الاقتراع. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين في بغداد. وبالتوازي يواصل العراقيون في الخارج التصويت في 102 انتخابيين في 19 دولة. في غضون ذلك، كيف كانت أجواء عمليات اقتراع الناخبين العراقيين في الأردن؟ تقرير لمراسلنا معتز القيسية. من دون شعارات أو لافتات تعرف بالمرشحين، توجه نحو 150 ألف عراقي ممن يحق لهم الانتخاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. الناخبون بدأوا التصويت في 15 مركزا، 11 منها في العاصمة الأردنية وأربعة موزعة على محافظات إربد والكرك والزرقاء. هيئنا كل المستلزمات التي تسهل للناخب، حيث أن توزيع المراكز جرى بالاعتماد على نسبة تواجد أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية. الانتخابات التي تشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات العراقية جرى الإعداد اللوجستي لها تقنيا وإشرافا من قبل هيئات رسمية عراقية وأخرى خاصة لضمان نجاحها دون أي إشكاليات. عملية انتخابية تشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة فيها في الأردن قد تتعدى 50%. هاي الانتخابات تمثل شيء كبير بهاي المرحلة، عرس جماعي لكل العراقيين، نتأمل التغيير، نتأمل الاستقرار، علامة صحة، وإن شاء الله نتوقع أنه الشعب هالمرة راح يكون واعي باختيار الناس الصالحين اللي راح يمثلوا. إن كانت انتخابات نزيهة وشفافة نتوقع النقلة إلى الأحسن، لأن الوضع في العراق وضع لا يطاق، الشعب العراقي عانى الكثير ونأمل التغيير إن شاء الله. إذن آمال عراقية معقودة على أن تمثل هذه الانتخابات ونتائجها خطوة متقدمة نحو التأسيس لعراق أكثر استقرارا سياسيا وأمنيا. عراقي الخارج يصوتون على مدى يومين لاختيار ممثليهم في البرلمان، انتخابات تنافسها الحقيقي سيكون على أرض الرافدين، لكن أصوات الخارج بكل تأكيد سيكون لها أثر فيها. معتز القيسية، عمان، الميادين. وفي إيران توجه عشرات الآلاف من العراقيين المقيمين فيها إلى المشاركة في الانتخابات، وقد غابت عن عراقي إيران الاصطفافات السياسية، وبرزت لديهم رغبة في وضع حد للحالة الأمنية المتردية التي تعيشها بلادهم. تمشي مترنحة على طريق وطن أثقلت جسده جراح حروب، تبحث عن تحطيم قيود فرضتها الحالة الأمنية المتردية في العراق على عودتها من نزوح طال لسنوات. هنا يغيب التكتل السياسي عن صوت زينب الانتخابي، تقول إن صوتها ينتخب مستقبلا أفضل لبلاد الرافدين. أريد أنتخب على مودين يرجع الأمان البلدي العراق، وأنتخب القائمة المفضلة، القائمة اللي ترجع الأمان للعراق. آمال زينب يحملها ابن 9 عقود أيضا، يتحرك على عربة تكفلت السنوات بتكبيل يديه عن دفعها، لكنها لم تكسر إرادته وأمله في العودة إلى عراق آمن يبحث عنه برفقة من حضر هنا من خلال ما ستحمله صناديق الاقتراع. يحن للعراق وعلى طول يحشي على العراق ويقول أروح هناك وأموت بالعراق واندفن بالعراق، ويحب العراق حقيقة. يعني هدفنا يعني أقوي الوطن، يعني وطني، لأنه من كل مكان محارب وطني. آمال العراقيين المقيمين في إيران ترسم في صناديق اقتراع توزع على 18 مركزا انتخابيا في 10 محافظات تنتشر على طول الجغرافيا الإيرانية.
عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لأبناء الجالية العراقية المتواجدين في الخارج. تم اعتماد نظام رقم 10 سنة 2013. هذا النظام يكون هناك عملية التسجيل والاقتراع. وفق هذا النظام يقوم الناخب بتقديم وثيقتين رسميتين يثبت من خلالهما أنه عراقي جنسية وإلى أنه تابع أي محافظة داخل العراق يتم التصويت على ذلك. أصوات العراقيين في الخارج لعلها أقرب إلى صرخة يريد منها من أقصته الحروب عن بلاده أن يضع حدا لإرهاب ينهكها ويمنعه من العودة إلى أحضان وطن عجز سياسيوه عن الاتحاد في مواجهة موجة الإرهاب التي تعصف به. تحمل هذه الصناديق في داخلها أمل شعب هجر لعقود يقول بأنه يقف اليوم أمام تحدي الإرهاب ويريد من هذه الانتخابات أن تنتصر لبلد دمرته الحروب. رضا الباشا، طهران، الميادين. وللاطلاع على المشهد في البصرة بعد بدء المرحلة الثانية من الانتخابات الخاصة ينضم إلينا من هناك مفدنا حازم كلاس. صباح الخير حازم. إذن كيف يبدو الإقبال بعد توجه قوات الأمن والجيش إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؟ صباح الخير أحمد. يعني في الحقيقة تواجدنا منذ الصباح الباكر وقمت بالحقيقة في جولة في أنحاء المدينة. الحركة سلسة وطبيعية في كافة شوارع البصرة. المراكز الانتخابية أحيطت ب يعني قوات الأمن. هناك يعني قطع جزئي لبعض الطرقات قرب المراكز الانتخابية من أجل ضمان العملية الانتخابية وسلامتها وأمن. أيضا المتوافدون تواجدوا منذ الصباح الباكر. يعني في الحقيقة هنا حيث أقف أمام مركز يسمى مركز الفراهيدي للانتخابات وهو واحد من 43 مركزا تنتشر في البصرة. تواجد يعني عناصر من الجيش والشرطة والقوات الأمنية منذ ما قبل 7 صباحا، وعند 7 تماما يعني فتحت أبواب المركز ودخل يعني هؤلاء وأدلوا بأصواتهم. وحتى قبل دقائق يعني من هذه النشرة وصل عدد المقترعين إلى يعني حوالي 300 شخص أدلوا بأصواتهم حتى الآن، والعملية تسير بسلاسة ويتوافدون فرادى أو جماعات من قطعاتهم العسكرية أو قطعاتهم الأمنية. ويعني هنا يخضعون لعملية تفتيش، يمنع الدخول إلى داخل المركز الاقتراعي برفقة أجهزة النقال المحمولة أو برفقة السلاح، توضع في الخارج ويدخل من يريد أن يدلي بصوته إلى الداخل يدلي بصوته ومن ثم يخرج. وهناك يعني لوحات توضيحية ودلالية حول طريقة الانتخاب والعملية الانتخابية. البعض تحدث إلينا عن يعني قليل من البطء ربما في عملية الإدلاء بالأصوات نتيجة لبطاقة الناخب الإلكتروني وهذه الإجراءات، ولكن ربما هذا سيكون خلال هذه الساعات الأولى يعني ريثما تأخذ الأمور سلاستها بشكل أكبر. وسيستمر الإدلاء بالأصوات حتى بعد ظهر اليوم. هناك في البصرة حوالي 56,000 يحق لهم الانتخاب في يوم الاقتراع الخاص، وأيضا هناك 4,900 آخرون من المحسوبين على قطاع البصرة ولكن ممن يشاركون الآن مع قوات الجيش العراقي في الأنبار أرسلت إليهم بطاقاتهم هناك وسيدلون بأصواتهم حيث يعملون حاليا. مفدى الميادين حازم كلاس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من البصرة.
إلى الشأن السوري وتحديدا الميداني في ريف اللاذقية، حيث شهدت ما تعرف بمعركة كسب تحولا عسكريا مهما مع دخول الجيش السوري منطقة السمرة، النقطة الأخيرة على الحدود مع القوات التركية، ونفذ إنزالا بحريا هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب. وبعد سيطرته على مخفر قرية السمرة تمكن من استعادة المنفذ البحري الذي كانت المجموعات المسلحة قد سيطرت عليه قبل نحو شهر، ويعد هذا المنفذ الوحيد لهذه المجموعات على الساحل السوري. وبالتوازي تبدو حلب والغوطة الشرقية وحمص أكثر الجبهات الأساسية في رسم المشهد العسكري والسياسي قبيل الاستحقاق الرئاسي في سوريا. ديما نصيف والتفاصيل. أهلا بكم. حلب وحمص والغوطة جبهات رئيسية ثلاث تلوح خلفها الانتخابات لرئاسة سوريا، جبهات ستحدد مسارا عسكريا بدأ قبل 3 أعوام بعد استعادة الجيش السوري كامل منطقة القلمون ومناطق واسعة من الغوطتين ومعظم أرياف المنطقة الوسطى وصولا إلى الساحل في طرطوس واللاذقية. الغوطة وتحديدا في المليحة لفك ارتباط العاصمة كليا مع أي تهديدات من قبل المسلحين لاعتبارها الحوض السكاني الأول الذي سيوفر للسلطة السورية قاعدة واسعة من الناخبين إلى جانب رمزية حضور دمشق بكثافة في هذه الانتخابات، وهذا ما تمثله المليحة التي يعتبرها المسلحون آخر خطوطهم الدفاعية عن الغوطة. تقدم الجيش إلى البساتين الشرقية من المليحة وكسر دفاعات المسلحين واستنزف قواهم تدريجيا بقصف مدفعي وجوي. هذه المنطقة المحصنة والتي يتلقى فيها المسلحون تعزيزات من خط إمداد إلى الشرق في جسرين وصولا إلى دوما شمالا. حمص قلب المنطقة الوسطى وأكبر المحافظات السورية التي سيقدم فيها أيضا الحسم العسكري انتصارا كبيرا ورمزيا نظرا لأهميتها بالنسبة للمعارضة والمسلحين المحاصرين. الأوضاع هنا تتأرجح بين التسوية والحسم العسكري. يحاول مسلحو كتائب المجلس العسكري الحر الوصول إلى تسوية مع الجيش بالانسحاب مع بين 1500 مسلح إلى حي الوعر مع أسلحتهم في محاولة لربط الحي بقواعده الخلفية في تلبيسة في الريف الشمالي. الجيش رفض ذلك. في المقابل العملية العسكرية تستمر ببطء ضمن الكتل الأبنية التي تفصل هذه الأحياء أحياء حمص القديمة، ويحاول الجيش أن يحسم فيها قريبا بعد استعادة الريف الجنوبي والغربي وجزء كبير من الريف الشرقي. أما في حلب فالاختراقات المتبادلة تسمح بكل الرهانات، لكن من المؤكد أن حسمها لن يتم قبل الاستحقاق الرئاسي، لذا هي تقتصر فقط على تحقيق انتصارات رمزية من قبل المسلحين في محاولة لمنع إجراء انتخابات في العاصمة الاقتصادية لسوريا، فضلا عن أهداف عسكرية بمنع تقدم الجيش السوري من الأحياء الغربية باتجاه الأحياء الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون وتركيز هجمات على الغرب من المدينة. الجيش أيضا تقدم في هذه المدينة من الأحياء الشمالية الشرقية عند الشيخ نجار والعامرية بعد تدمير شبكة أنفاق تصل الراموسة بالشيخ السعيد، وأحبط أيضا محاولة حصار مبنى المخابرات الجوية بإجبار المسلحين على إخلاء مبنى القصر العدلي والهلال الأحمر، وأنهى تهديدهم في منطقة الراموسة وهي خط الإمداد الرئيسي للجيش وللأحياء الغربية لحلب باستعادته أغلب الأحياء فيها وحصاره لما تبقى منهم على أطرافها. وفيما تستمر الحرب على الأرض السورية، كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية أن شكوكا تدور حول تورط ألمانيا في عملية إرسال أسلحة رشاشة خفيفة من أوكرانيا إلى المسلحين في سوريا منذ عام 2011. وذكرت المجلة في طبعتها الإلكترونية أن الخارجية الألمانية اعترفت بأن شركة سلاح رسمية أوكرانية صدرت الأسلحة إلى ألمانيا بتصريح من جهة رسمية. مركز الدراسات الأمريكي جيمس تاون فاونديشن عبر عن اعتقاده بأن الأسلحة جرى تسليمها لاحقا للمسلحين في سوريا انطلاقا من ألمانيا، وتقدر بنحو 54,000 قطعة. ورجح أن تكون الدولة خليجية قد استخدمت المظلة الألمانية لتغطية توريد الأسلحة.
أقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية خطة لمواصلة انضمام فلسطين إلى منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفي ختام اجتماع عقده في رام الله، رفض المجلس التهديدات والابتزاز اللذين تمارسهما إسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية، وأكد رفضه الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. واتهم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بتقويض عملية السلام من خلال مواصلة الاستيطان والتنكر للإفراج عن الأسرى. إن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 67 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى. كما يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته لن تشارك في مفاوضات مع حكومة فلسطينية مدعومة من حركة حماس. وفي مقابلة مع قناة CNN التلفزيونية الأمريكية، رأى نتنياهو أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي شجب فيها المحرقة النازية لا تنسجم مع تحالفه مع حماس بحسب تعبيره. I will not, as the Prime Minister of Israel, negotiate with a government that is. كرئيس للحكومة الإسرائيلية لن أفاوض مع حكومة تدعمها منظمة حماس الإرهابية الملتزمة تدمير إسرائيل. وهذا أيضا موقف الولايات المتحدة التي تصنف حماس كمنظمة إرهابية، وهي منظمة تطلق آلاف الصواريخ على إسرائيل. إلى اليمن، حيث تظاهر الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي جنوب البلاد لمناسبة الذكرى العشرين للحرب بين الشمال والجنوب. التظاهرات نظمت في عدد من المناطق بمحافظتي عدن والمكلا، وطالب خلالها المشاركون باستعادة دولة الجنوب. تقرير غراسيا بيطار. إلى شوارع عدن والمكلا في حضرموت نزل الجنوبيون. إنها ذكرى ما بات يعرف باسم الحرب على الجنوب. حشود قدرت بالآلاف شاركت في المهرجان الخطابي والكرنفالي الذي اختصر بهتافات شعب الجنوب يريد الاستقلال. لكن ها هو شعب الجنوب يوصل رسالة إلى العالم بأنه لا يرضى بأقل من التحرير والاستقلال. من عدن إلى المكلا، أكبر مدن حضرموت، حيث سجل العدد الأكبر في تاريخ المدينة التي توفد إليها عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي. المشاركون أتوا من مختلف محافظات جنوب اليمن، وفي مقدمهم رئيس مجلس الحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم. والمطلب واحد، التحرير والاستقلال أيضا وأيضا. نحن اليوم نذكر بهذه الذكرى المشؤومة التي عانى منها الجنوبيون، واليوم الجنوبيون يحتفظون في المكلا وفي العاصمة عدن، ولسان حالهم يقول هدف واحد صوت واحد، كلنا تحرير واستقلال الجنوب. نذكر العالم أجمع بالجريمة التي ارتكبها هذا المخلوق حق هذا الشعب، لنثبت للعالم أنه هو من قتل الوحدة، هو من أعلن الحرب على الجنوب في مثل هذا اليوم. ونحن خرجنا إلى عاصمتنا عدن مجددين العهد للشهداء أننا على دربهم ماضون حتى التحرير والاستقلال إن شاء الله. مهرجانات عدن والمكلا تضيف المزيد من التعقيد على المشهد اليمني، مشهد مثقل بالأزمات الاقتصادية وجبهات قتال في شمال البلاد، ومواجهات مباشرة مع تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب والشرق في حروب تكاد لا تنتهي. أبرز عناوين الصحف العربية لهذا الصباح تطلعنا عليها الزميلة بيسان طراف. صباح الخير بيسان. صباح الخير أحمد. فضل. من جديد صباح الخير مشاهدينا. جولة على عناوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم. البداية مع صحيفة الوطن العمانية، نقرأ في العنوان الأول: الفلسطينيون يطالبون بمحاربة العنصرية وإرهاب الاستيطان، والاحتلال يسعى لتمزيق المصالحة ويرهن السلام باليهودية. العراقيون يقترعون بالخارج، وهجمات تشمل مراكز الانتخابات بالداخل. من الوطن العمانية إلى صحيفة الشرق الأوسط،
منتسبو الجيش والشرطة يقترعون في انتخابات العراق اليوم. حكومة المالكي تنقل معركتها ضد داعش إلى سوريا. أيضا في الشرق الأوسط نقرأ: عباس: تنتظرنا أشهر صعبة سياسيا وماليا. أدان المحرقة ونتنياهو يدعوه لتمزيق الاتفاق مع حماس. صحيفة البناء اللبنانية عنونت: عبد العزيز بن عبد الله بدل الفيصل قريبا، ومسقط مقر تفاوض طهران والرياض، أول غيث التفاهم السعودي الإيراني فلسطيني، تقاسم سلطة بين عباس ومشعل، فهل يتبعه عون والحريري؟ وفيها أيضا نقرأ: أربعة مرشحين جدد بينهم امرأة للرئاسة في سوريا، كاغ دمشق متعاونة جدا مع بعثة الكيماوي. صحيفة القدس العربي في العنوان الأول نقرأ: قبائل تؤسس جيشا من 10,000 مقاتل لمحاربة داعش في دير زور. مروحيات للجيش العراقي تقصف موكبا لتنظيم جهادي داخل سوريا. إلى الوسط البحرينية وفي عناوينها: خبير استراتيجي يتوقع فوز قائمة المالكي بالانتخابات العراقية. 39 حالة وفاة بكورونا منذ مطلع أبريل في السعودية. وأخيرا إلى صحيفة الصباح العراقية: تزايد دعوات القضاء على داعش، الجيش يقتل العشرات من أفراد التنظيم. وأخيرا: 55 محطة اقتراع لنازحي الأنبار، أكثر من 1,050,000 ناخب سيشاركون في الاقتراع الخاص اليوم. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العراق العربية لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، عودة إليك أحمد. شكرا لك يا بيسان. ومن عناوين الصحف إلى فقرة الماضي الحاضر. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. قبل يومين على الاقتراع العام في العراق، القوات الأمنية تبدأ التصويت في الانتخابات التشريعية. وانتخب القائمة المفضلة، القائمة اللي ترجع الأمان للعراق. عرس جماعي لكل العراقيين. وعراقيو الخارج يواصلون اليوم الإدلاء بأصواتهم في 19 دولة. حلب وحمص والغوطة جبهات رئيسية ثلاث تلوح خلفها الانتخابات لرئاسة سوريا. وفي ريف اللاذقية الجيش السوري يدخل السمرة ويستعيد المنفذ البحري الوحيد للمسلحين بعد أول إنزال من نوعه. منظمة التحرير الفلسطينية تقرر مواصلة المساعي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وترفض الاعتراف بيهودية الدولة. رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.